بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزم. نرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات ولقاءات خاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، جلالة الملك الله يطول عمره دائما يبحث عن مقولة مغفور له بإذن الله حسين بن طلال: الإنسان أغلى ما نملك. فضخ رؤوس أموال كبيرة باتجاه التعليم هو استثمار حقيقي للكوادر البشرية تمتع به بعد النظر، وأيضا لهم خبرات ونشاطات أخرى. من أكاديمية ليمار الدولية معنا الآن المهندس محمد مراد الصيصان، رئيس هيئة المديرين. بداية الله يسعد أوقاتك يا سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بداية مهندس، يعني تحكي لنا أنت تخصصك هندسة في البداية. أنا هندسة بدنية خريج جامعة اليرموك. كيف انتقلت لموضوع الاستثمار في التعليم؟ هو صحيح أنا عندي شركة مقاولات وكانت فكرة مقاول. أنا مقاول، ودخولي لهذا القطاع كان مجرد فكرة، يعني إلنا زملاء تربويين. وأنا كنت ولي أمر طالب في مدارس في المدارس اللي هم بيديروها، وعرضوا علي فكرة إنه شو رأيك نفتح مدرسة. صحيح إنه الفكرة رقت لي، يعني كون عندنا إحنا زي ما تفضلت حضرتك الحمد لله، يعني عندنا القطاع التعليم بالذات هو صحيح هو نفطنا، يعني صحيح الصحة والتعليم هم نفطنا، يعني وهذا الدليل إنه عندنا إحنا أكبر جزء سوق علاجي وتعليم في الخليج في اليمن. كفاءتنا كلها برا طبعا، وكفاءتنا كلها برا. نعم صحيح انه عجبت الفكره وقلنا على بركه الله، وزي ما تفضلت زي ما شفت حضراتكم، يعني الحمد لله هذا صرح صرح نسعى انه يكون من المدارس الاولى في المملكه يعني ان شاء الله. سيدي ما بدي اتطرق للاكاديميه بالذات، راح يحكي عنها المدير بالروضة حصان الدراسات العادية، لكن بدي أنتقل للاستثمار داخل الأردن. هل الاستثمار داخل الأردن مشجع أم أنه يواجه بعض الصعوبات؟ لا بالعكس، الاستثمار بالأردن استثمار ناجح برغم الجوار، يعني خلينا نقول برغم التهاب الجوار. بالعكس هو ملاذ آمن وللجميع، والدليل نشوف المشاريع اللي بتصير، يعني ما شاء الله مشاريع، يعني مشاريع ضخمة. خلينا ننتقل من البداية، أنت صاحب شركة مقاولات. أنا صاحب شركة مقاولات، نعم. شو كان تصنيفها يا سيدي؟ أنا عندي مصنف ثلاث تصانيف، يعني الطرق وأبجي وجسور. في مشاريع الآن قائم بها ولا؟ والله صحيح إنه أنا كوني صارت المدرسة، يعني فرغت حالي انه لا العمل، احنا عندنا عمل انشائي، احنا مش عمل اداري، احنا هسه عندنا الجزء الثاني. صحيح. احنا الجزء الاول هذا هو مدرسه البنات، احنا هسه في الجزء الثاني مدرسه البنين. ما شاء الله عليك، يعني بفضل الله قرب على الانجاز ان شاء الله، وراح نحتفل فيه ان شاء الله. يا سيدي بتشرفوا، اهلا وسهلا فيكم. بدي اسال عن موضوع اكثر واكثر، يعني انت صممت هاي المدرسه من خلال المهندس، وايضا انت اللي اشرت على عمليه البناء كمقاول. لا انا مش كمقاول، انا المالك. المالك انت اشرفت عليها. اشرفنا عليها، نعم يعني نعم بالضبط، نعم. فبالتالي انت من خلال عملك كمقاول ومن خلال استثمارك في هاي المدرسه ووجدت الديكورات المناسبه، وعرفت كيف انه ينبنى موضوع المدارس كيف تاخذ الموضوع. نعم نعم. نحرف احنا انه الاستثمار اداه محركه للتنميه الاقتصاديه. نعم. لو بسؤال بسيط وجهته اليك، كانه من خلال استثمارك في التعليم وفي شبابنا، هل ستكون النتائج عبر السنين المقبله
يعني نقطف ثمارها إن شاء الله. إن شاء الله. هو صحيح الاستثمار في التعليم أجرين مش أجر واحد، اللي هو أجر الدنيا الدنيوي اللي هو صحيح. المال واجب. وأجر أخوي الأخرى اللي هو بناء الأجيال صحيح. يعني أنا لما يكون في مدرسة إن شاء الله يكون هدفها سامي، نشأ يكون محب للوطن مدافع عنه ومتميز في في العلم، يعني هذا بالعكس هذا تؤجر عليه، تؤجر بالإضافة المادي صحيح. يعني إحنا أجر دنيوي وأجر أخرى إن شاء الله. طيب سؤال لو سألتك إياه، أنه شو الفرق بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية؟ طبعا الفرق شاسع راح أحكي أنا، لكن لنقف قليلا بجانب المعلم الحكومي. يعني بتذكر أنت بالثمانينات أنه المعلم كان كل شيء في حياة الطالب. الآن للأسف بسبب الظروف الاقتصادية وثبات دخل المعلم لا يستطيع أن يلبي احتياجاته. ممكن أنه يعني على سبيل المثال أنه يشتغل في سوبر ماركت، هو ما بيدخن، وممكن يجي طالب من طلابه يقول أعطيني حق باكيت دخان أو أعطيني باكيت دخان، فبالتالي ما بقدر أقول له أنه هذا مضر الصحة. ليش؟ لأنه الوضع الاقتصادي اللي هو فيه يتطلب ذلك. الكادر التدريسي اللي عندك هل يعني مرتاحين متأقلمين مع الوضع اللي مستثمر داخل الأكاديمية؟ لا هو لا شك أنه الرواتب في القطاع الخاص طبعا أعلى من القطاع العام، لا شك فيها. طبعا مرتاح لأنه ببذل يعني بدك تخليه منتمي، بدك تخليه منتمي. بس بعقب على كلام حضرتك دكتور، مش السبب الرئيسي للناحية المادية المدارس الحكومية، لا لا القانون. يعني عدم أخذ الزمان كنت تشوف المعلم تلف من جهة ثانية، مش والله أنه بخاف منه، لا هذا احترام تقديرا احترام. احنا القوانين الجديده يقول لك لا، هسه يعني صار في ممنوع الضرب، وحتى العقاب ليس بالضرب صحيح. يعني ممكن يعني عدم اخذ والدك ولا والدي بده يعاقبك يطلع فيك بس نظره واحده بالضبط والله، يعني 20 ورا بالضبط صحيح. الفكره ما كانش معاه، يعني هسه المعلم ما عنده ولا ادنى صلاحيه، خلينا نقول سواء لا بالتوبيخ، يعني ممكن توبخ واحد معلم، يوبخ طالب رشك عليه ثاني يوم. هاي بكشف الأول. هاي وهي ترجع لنا كمان. هاي نقطة كيف نقدر نعالجها؟ ترجع نعالجها نرجع يعني هذا ما أخذ، يعني التعليم القديم كان يعطيك علم. يعني أنا بدي أروح أشكي لوالدي أقول له والله المعلم الفلاني ضربني، بجوز يكمل علي زمان. هسا الطالب بيروح لأبوه يقول له بدي يعني بوقف. طبعا بوقف بوقف، هذا خطأ. يعني هذا يعني هاي برضو يعني من أولياء الأمور، هذا عيب أولياء الأمور. مع انه كان المغفور له رحمه الله عليه طلال رحمه الله عليه وزاره التربيه هي والتعليم صح، التربيه قبل اكيد، فولي الامر لازم يكون مع الاستاذ 100% 100%. يعني اصلا التعليم التربيه والتعليم متكاملات بالضبط، حلقتين متكاملة. يعني المدرسه والبيت والشارع حتى، يعني بدنا نقول شو اسمه، يعني حلقات متكامله صحيح. اذا غيبت طرف مشكلة. طب سيدي، يعني من خلال عملك في القطاع الخاص بكل صراحة، هل يوجد حد أدنى للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ أنا في الفترة الحالية لا، يعني أنا بعتبر القطاع الخاص زي القطاع العام مع القطاع الخاص كأنهم عدوين. يعني بصراحة يعني القطاع الخاص بنظر للحكومة على أنه جباية، والحكومة بتنظر القطاع الخاص على أساس أنه بده يمص دم هالبلد. بالضبط بالضبط نعم. مع أنه جلال سيدنا دائما بيحكي موضوع مهم ألا وهو التوأمة بين القطاع. هو الله طول بعمره سجل سيدنا عنده رؤيه، بس المهم يعني معلش يعني عنده رؤيه، ورؤيه ما شاء الله عنه رؤيه واسعه بس بدك يعني بدك تطبق، وقدر سيدنا يجي عند كل معلم يقف جنبه صحيح. يعني اذا ما كانش تابع منا احنا عندنا انتماء بالضبط، انتماء يعني اهم شيء الانتماء. اذا كنت منتمي، انا يعني عندي مقوله دائما بقول الانتماء قبل الاداء. يعني انا ممكن اكون سوبر في مجالي بغض النظر شو المجال، ولكن مش منتمي ما بفيد صحيح. ما بفيد صحيح. الانتماء قبل الاداء، انا هاي يعني مؤمن فيها جدا. لا
لانه يبدا كل قصار الجهود. خلاص انت منتمي يعني ممكن يعني عسكري مش منتمي مع عدم الاخذ وهو مع سلاح ومع كذا ممكن يكون يضر البلد اكثر. صحيح. اكثر من اللي ما هوش سلاح. الانتماء هو الاصل. طبعا الانتماء قبل الاداء 100%. ما شاء الله عليك. نعم. سيدي. طب سيدي يعني المشاكل اللي بتمر فيها التعليم الخاص. نحكيها بصراحه. بكل صراحه. سيدنا احنا القطاع الخاص مستثمر ومستثمر يعني له حقوق وعليه واجبات. صحيح. اذا ما تفضلت اذا ما كانتش تشاركيه او توأمه بين القطاع العام والقطاع الخاص، القطاع العام انا بعتبر اللي هو التربيه والتعليم. بالضبط. ما بتكملش العمليه، ما بتكمل، يعني احنا كمدرسه خلينا نقول معالي الوزير بده يصنف المدارس الخاصه واحنا مع التصنيف، بس شو الاساسيات وشو الركائز للتصنيف؟ بالضبط، يعني انت صنف المدارس على العدد، الساحات، بالضبط، على المخرجات. وهذا اهم شيء، مخرجات. شو مخرجات التعليم صنف، اما ما تصنف المدرسه والله عندها ساحه على الشكل حتى يعني على الشكل ولا على الساحات ولا كذا. يعني في عندك انا قانون ال 54 هذا بسموه بيقول لك انه الساحه المسقوفه لا تحسب لك. الساحه المسقوف يعني انا عندي قاعه ممنوع الصح استخدمها، بقول لك استخدم القاعه بس ما بحسب لك اياها كتصنيف. ليش؟ يعني انا عندي حضرتك بتنزلوا تشوفوا عندنا احنا ملعب على ظهر الساحه، ملعب يعني مفتخر، بقول لك انا استخدمه بس لا يحصل لك بحسب لكش انه والله كعدد الطلاب. طب هذا بال 54، 54 ما كانش في قاعات الا بجوز قاعتين ثلاث. اذا في يعني هاي انا برايي انه مش اختصاص التربيه، يعني انت بدك تخايف مثلا كتربيه وتعليم، خايف على السلامه العامه، خايف يصير في حوادث، ماشي نيط موضوع الترخيص للساحات بالدفاع المدني، الدفاع المدني قادر انه يقول لك هاي ساحه امنه ولا مش امنه. انت كتربيه وتعليم اسسك طبقها مش بس بالساحات، يعني هي مش احنا لحالنا، كل المدارس بتعاني منها. يعني انا عندي مثلا ملاعب مسقوفه وعندي قاعات مغلقه، يعني هسه يوم بيكون في برد ولا مطر انا افضل اصف الطلاب في الساحه قاعات المغلقه ولا في الساحات المغلقه؟ لا ولك تستخدمها بس ما بنحسب لك اياها، يعني وين العدل؟ مع انك انت موفر مش الصيف مش الشتاء يعني بالضبط ما عندك مشكله بالضبط، يعني العدل مش عدل هذا يعني صحيح يا سيدي. يعني هاي كانت معضله اكثر شيء حكينا فيها اكثر من مره في التجمع. نتابع الموضوع يا سيدي حياكم الله. ولا عداسه في الارض العداسه في السماء. سيدي يعني من خلال صوراتنا ودوراتنا داخل المدارس وجدنا انها معظمها من الطبقه المتوسطه العاديه، مش اصحاب الاموال الضخمه حتى يوفرها. سيدي احنا بجوز هل ذلك من ولي الامر حاب انه ابنه يكون بكره شيء معين؟ سيدي هذا اكيد، والبديل مش موجود. يعني بديل المدارس الحكوميه، يعني انا لو عندي طالب انا والده واجاني خيارين، خيار مدرسة خاصة وادفع 2000 دينار ومدرسة حكومية ببلاش، كإنسان بقول المدرسة الحكومية أحسن، بس إذا كانت بديل للمدرسة الخاصة بس أنا بدفع 2000 دينار أو 3000 دينار على ابني أعوضه عن النقص اللي موجود في الحكومة، رغم إنه أنا إحنا خارجين مدارس حكومية بس كانت مدارس حكومية. الأيام بتختلف. بالضبط. لكن الأيام نعم. يعني اختلاف كلي أصلاً. بالضبط. بدي أتطرق لنقطة بسيطة، الحافلات، أماكن المنازل الطلاب، الهيئة الإدارية، كلها مهمة هاي داخل منظومة موجود. طبعا موجود، عندنا أسطول حافلات من وإلى البيت. ما طبعا شاء الله. طبعا يعني ما في قلب على لا ما في لا ما في. طيب سيدي يعني احنا بتعرف انه بلدنا الحبيب حب الله بنعمة الأمن والأمان. الحمد لله. الحمد وجسدها من خلال فوارس بني هاشم وفارس الآن. الله يطول بعمره. على جلالة الملك الله يطول. الله يطول بعمره. الثاني بالحسين. فلولا الأمن والأمان لما وجد استثمار سواء تعليمي سواء تجاري سواء صناعي. نعم. فماذا تقول بحق هذه النعمة
وايضا بدي من خلالك تستقطب جميع المستثمرين اللي دبي وخارج دبي وايضا في السعوديه، انه الاستثمار في الاردن له ركيزه هامه الا وهي الامن. بدا ذي بدء، يعني احنا لا طول بعمر جلال سيدنا، يعني صحيح بالظرف، حتى يعني وين بتبين الرجال؟ عند المواقف، عند المواقف الصعبه مش بالمواقف العاديه. يعني بجوز لو في الوضع سهل يكون بيقول لك انا بعمل، الرجل يعني بيبين مظبوط في المواقف الصعبه، وانتم عارفين يعني كلها بالاخبار الواحد بتطلع، منطقتنا كلها في ملتهبه كرة من اللهب، واحنا بفضل الله ثم بفضل جلال سيدنا اللي يعني الصحيح انه معروف الاردن، قول الاردن وين مكان يعني، والدليل احنا ضيوفنا كثار صحيح، يعني دائما الضيف ما بيجي الا على الامان، احنا جامعه الدول العربيه كمان. احنا هذول ضيوفنا، والضيف ما بيجي الا على البيت الرهب، والقايده وصاحبه بيكون بشوش يعني. الله يحفظ لنا يا جلال سيدنا. بدي من خلالك ايضا النظره المستقبليه للاقتصاد في الاردن، هل هي نظره تفاؤليه ام تشاؤم؟ لا بالعكس، بكل صراحه لولا ان انا متفائل ما استثمرت بصراحه. يعني لو في ناس مثلا بقول لك لا انت عندك فلوس ضبها بجوز شو بيصير في الدنيا، لا بالعكس، القادم احسن بكثير ان شاء الله، القادم احسن بكثير. يعني نبشر الاردنيين خيرا، الاردنيين واخواننا من برا، عندنا بلدنا بفضل الله يعني بقله موارده بس مضياف. صحيح مضيف. سيدي بدي اخليك انت تنهي اللقاء من خلال رساله توعويه الى اولياء الامور وايضا الطلاب وشبابنا، كيف انه يستثمر وقت الفراغ، لانه وقت الفراغ ممكن قاتل طبعا تشوهات في فكريه. فرسالتك الان لشبابنا، لاولياء الامور، ايضا للطلاب. بالنسبة لأولياء الأمور، أخواني وأعزائي أولياء الأمور، بدناش الدنيا تلهيكوا كثير. صحيح. مش كل شيء مال، مش غلط إنك تسعى، بس كمان عندك الاستثمار في الأبناء أحسن من الاستثمار في أي شيء ثاني. صحيح. استثمارك في أبنائك هو الاستثمار الحقيقي. بالنسبة لأبناء الطلبة، يعني بجوز الحكايه بالعاميه، يعني الوالد بيطلع من الفجر وبروح في اخر الليل، يعني بروح منهك. لا تضيعوا امله فيكم، لا تضيعوا امله فيكم، واهتموا طبعا، اهتموا بانفسكم، لانه الصحيح الوالد ما بحب اي واحد يطلع من احسن منه لابنه. صحيح. وتخيبوش امله، يعني لا تخيب امل والدك، لا تروح لهنا ولا هون، يعني صحيح. والشباب عماد المستقبل، وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرته بالشباب. صحيح. يا شباب تاخذوش، يعني تخلوش النت والفضائيات وشو اسمه تنزعكم من قيامكم وتنزعكم من وطنكم وتكره الناس فيكم، لا، خذ مبادئك من الاسلام اولا ومن قيمك الاردنيه العربيه، هي كفيل انها تحميك. وانبذ السلبيه وتوجه الايجابيه مباشره. بالضبط، يعني انت لا يعني الفضائيات فيها كل شيء، فيها الكويس وفيها العاطل. الفضائيه زي السكين، ممكن تقتل فيها بني ادم وممكن تقطع فيها فيها الخضره. لكن الحمد لله فضائيتنا ماشيه. لا ما شاء الله، احنا ان شاء الله انا يعني برضه بزيد كمان انه حمى الله الاردن، وان شاء الله المستقبل، انا متفائل مستقبلنا مشرق ان شاء الله. ان شاء الله. سيدي هل من كلمه اخيره حاب تطرحها عبر البرنامج لاصدقائك، للمسافرين، الامور، لطلابك؟ هاي الكلمه انت حر فيها، الشاشه لك والمايك معك، تفضل سيدي. بحكي للجميع سواء اصدقاء او اولياء امور او حتى الطلاب، البيت المتماسك ما بهزه اي شيء، لازم من الصغير للكبير ومن المسؤول للاصغر موظف، نكون كلنا ايد واحده،
ايد واحده هي بالتالي زي ما اقولها امشي عدل يحتوي عدوك فيك. خلينا نمشي نكون متحابين لان وصلنا عليها الاسلام. صحيح. وصلنا على التحاب. صحيح. سيدي انا سعدت بلقائك. انا اسعد سيدي. ان شاء الله مزيد من التطور. راح نناقش مع المدير العام المناهج وايضا الصفوف والخدمات التي تقدم. حياكم الله. رجل اعمال مصنف لدينا ومستثمر. حياكم الله. اشكر لك. حياكم الله شرفته. حفظ الله الاردن. امين يا رب العالمين. نعمة الامن والامان. امين يا رب العالمين. امين. يحفظ العيله الهاشميه والشعب الاردني. امين ويحفظ الجميع. واحنا بالعكس احنا يعني نسعد انه يكون مش ملكنا ابونا هذا. صحيح. الملك عبد الله ابونا مش ملكنا. صحيح. دائما انا بحب اقول حفظ الله الاردن. امين. كان وشعبه. امين يا رب العالمين. امين. شكرا لكم. واهلا وسهلا بكم. دمتم برعايه. وينضم الينا الان المدير العام نائب رئيس هيئه المديرين الاستاذ يحيى راشد ابو خيزران. حياك الله. الله يعطيك. الله يعافيك ويبارك فيك. سيدي سمت. بدايه يعني بدنا نتطرق ل رؤية هذه الأكاديمية. نعم. أولا أشكركم جوسات، شكر جزيل لكم لاهتمامكم بهذه الصروح العلمية التربوية التي لها رسالة. لازم نغطي يعني صراحة نعم. التعليم الخاص بالذات لأنه نقطة ثماره ما شاء الله جيد. نعم. خاصة إنه هذه المؤسسات هي مؤسسات وطنية تخدم الوطن وتخدم المواطن. وتفتح باب كبير للاستثمار ينعكس على الوطن بشكل كامل. الله. نعم. بداية أنشأت هذه المدرسة. نعم. كانت الرؤية المستقبلية عبارة عن ماذا؟ نعم. رؤيتنا حقيقة هي موجودة في منشوراتنا ومطوياتنا. الرؤية هي تحقيق الريادة والإتقان بالتعلم والقيم. نعم. هذه رؤيات مدارسنا. يعني هذه أهم نقطة. نعم. هذه التركيز يحوم كله حول هذا المفهوم. نعم. وخدمة الأمة من خلال التعليم المنتج، التعليم الذي يصنع الإنسان وهو صانع الأمة وصانع الحضارة. نعم. نعم. هذه مواردنا البشرية لأنه ما في عندنا. نعم. مصادر نفط ومصادر مياه. يلاحظ بأن الأردن هي أصلا من الدول المهمة في هذا الجانب بأنه إذا ذهبت إلى كثير من الدول المجاورة ودول الخليج العربي بالذات تجد أنه المعلم الأردني هو له ميزة معينة. طيب. المعلم الأردني والإداري الأردني تجد له وقع خاص عندهم أنه هذا الإنسان إنسان مخلص في عمله، متميز أكاديمي محترف في تقديم المعلومة والتعليم والتربية. سيدي بتطرق لسؤال بسيط. تفضل. بكل صراحة يعني أنا بذكر أيام دراسة المدارس إذا أستاذ مرق من الشارع خالص أنا أجيب ولفت من متدهرب. نعم. نعم. لماذا؟ كانت هيبة المعلم ما شاء الله عليها كان يؤدي واجبه بكل إنجاز. نعم. والله هذه صحيح صفة طيبة كانت تشيع بين الناس أن المعلم له احترام معين وتقدير معين لدى كافة الفئات المجتمعية اللي بيتعامل معها. صحيح. المعلم الصحيح من الدولة للمؤسسات الرسمية للأشخاص للأفراد للعائلة. صحيح. نعم. وهذا كله حقيقة يعني يدل على احترام الناس للتعليم وللعلم لأنها رسالة الأمة ورسالة ذلك بقفل المعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. كان حتى أولياء الأمور يعني مع المعلم. بس أنا بدي أضيف شغلي والله بالنسبة لهذا إحنا الآن في مجتمع وفي نقلة تاريخية حقيقة وزمانية مش مطلوب من الطالب أن يخشى من المعلم. أنا أرى أنه هو كأدب. نعم. لا مانع. أخلاق. صح. أخلاق. نعم. لكن ممكن أن تتحقق هذه الأخلاق والأدب بأن يستجيب الطالب للمعلم بأخلاقه بسلوكياته أن يسلم عليه لا يهرب منه.
أنا يعني تعديل، أنا أريد تعديل على الاحترام السابق. نعم، أن ينطلق الطالب، لأنه نحن في عهد الديمقراطية والانطلاق والحريات العامة. نعم، نفسه، لكن ضمن أخلاق ومبادئ معينة. نعم. لو اتطرقنا لهذا الصرح العظيم، نعم، يعني شو الخدمات اللي تقدم من خلال هذا الصرح؟ نعم، يعني هنالك خدمات، الصحيح نقول عنها خدمات تعليمية وخدمات كما تسمى فندقية أو. بدنا نركز على الخدمات التعليمية. نعم، الخدمات التعليمية هو أساس وظيفة المدرسة، هو التعليم. نعم، التعليم، أن يكون هنالك بيئة صفية مناسبة تعليمية، هذه البيئة الصفية أن يتوفر فيها كل الجوانب التي تخدم العملية التعليمية، وسائل تعليمية، من interactive boards. عندنا في المدرسة الحمد لله هذه ميزة، أن كل غرفة صفية داخل المدرسة موجود فيها لوح تفاعلي interactive board. هذا اللوح التفاعلي يؤدي خدمة كبيرة جدا، نحن في عصر متطور، وهذه التكنولوجيا الحديثة هي متطورة وبشكل متسارع. صحيح، هذه متوفرة بفضل الله عز وجل. الساحات والمرافق تخدم العملية التعليمية كذلك داخل المدرسة الصفية. يعني هذه أهم الأشياء اللي هي من أسس، نسميها من أسس العملية التعليمية. صحيح. نعم. الجانب الآخر اللي هو تكميلي. يعني الجانب التكميلي أو الخدمة نسميه. في عندنا احنا مرافق مجمع رياضي، في مرافق رياضية، في عندنا ساحات مغلقة، صالة رياضية مغلقة للألعاب، حافلات، حافلات، نعم، مسابح، عندنا ثلاث مسابح، نعم، مسبح نصف أولمبي، مسبح أصغر قليلا منفصل للإناث، مسبح لطلاب الروضة. نعم، هذا كله يستفيد منها الطلبة داخل المدارس، وكذلك هي للخدمة المجتمعية للمجتمع. صحيح. البيئة المحلية الموجودين فيها. نعم. يعني لو قلنا شو آخر مستوى درسه داخل هذا؟ إحنا مدارسنا هل تضمن روضة؟ من الروضة، من الروضة حتى التوجيهي. عندنا نعم الحمد لله، عندنا احنا في هذا العام كان اول سنه بكون عندنا توجيه، او السنه الثانيه، لكن هذا بشكل رئيسي كانت النتائج 100% بفضل الله عز وجل. الله عند مدرسه البنات. مدرسه الذكور او البنين في العام القادم باذن الله عز وجل يكون اول سنه لنا توجيهي، ونسال الله عز وجل التوفيق ورحمه الفتحه احنا ان شاء الله. ان شاء الله، حياكم الله، احنا بنتشرف والله. يعني سيدي اسال سؤال، هل فضل المناهج اللي تدرس في المدارس الخاصه نفسها هي المدارس نفس المناهج اللي في الحكومه؟ نعم، هي المناهج نفسها، لانه احنا اصلا ملزمين نظاميا وقانونيا بمناهج وزاره التربيه والتعليم. نزيد عليها بعض المواد نسميها مواد إضافية، مثل تدريس القرآن الكريم، هو موجود في منهج الوزارة، لكن احنا نزيد بعض الحصص بما لا يؤثر على نفس حصص التربية. يعني نفس حصص التربية يجب أن تكون موجودة، ولكن نزيد نتخير ونزيد الوقت لإضافة هذه المواد، مادة القرآن الكريم، اللغة الإنجليزية، بعض الأنشطة، الحاسوب. هذه تميز المدارس الخاصة حقيقة، وتؤهل الطالب. يعني وتؤهل الطالب. عندنا في مادة يعني ما بدخل على الجامعة ومش عارف شيء. لا لا، إن شاء الله يكون يعني هو الإنسان متكامل، نسعى إلى، هو فيش إنسان كامل، ولكن نسعى أن يكون الطالب متكامل من ناحية نعم فنيا، ليدخل الجامعة وهو طالب مؤهل نفسيا، مستعد أنه يعمل نعم برزنتيشن، مستعد أنه نعم تلقى مع دكاترة، كل شيء. طيب سيدي، بدي أتطرق لموضوع التعليم التقني العالي. نعم، كل المؤشرات تدل أنه لازم نتوجه إلى التعليم التقني، خاصة في الدراسات الكالوريوس والعليا. نعم، شو بتحكي لنا عن هذا الموضوع؟ والله المدارس الأصل احنا مدرستنا الان ما وصلنا لان يكون هنالك حقيقه التعليم الصناعي كما يسمى، او التقني،
لكن سمعت أنه بعض المدارس الآن مدرسة أو مدرستين أخذوا في هذا التعليم، ونحن نسعى كمدرسة مجتمعية شاملة أن تكون مدرستنا شاملة إن شاء الله تعالى في المستقبل، أن يدرس فيها المادة المهنية والمادة المهنية والمواد المهنية الصناعية التي تؤهل الطالب أن يكون فعلا على مستوى طيب ويتخير من المواد التي يرغب بها ويحبها. قد يكتشف في نفسه أنه عنده ميل تقني ليس ميلا مثلا أكاديميا كذا. نعم ميل أكاديمي. لكن سيدي اسمح لي بهذا تفضل. أنه الطالب المتخرج تقنية ما شاء الله عليه يكون مباشرة في سوق العمل. نعم. هل أصبحت الآن ضرورة قصوى على التعليم العالي داخل الأردن بأن يوجه كل جهوده نحو التعليم؟ التعليم العالي، والله أنا أقول إنه المدرسة هي جزء من مؤسسات المجتمع، يجب أن يكون هنالك تنسيق وتنظيم واجتماعات صحيح متوازنة بين كل كافة مؤسسات الدولة، إن كان التعليم العالي أو الجامعات والمدارس الخاصة والعامة، صحيح. التعليم وزارة التربية، كل هذا يخرج يعطونا مخرجات ما هو السوق المحلي، ماذا نحتاج للسوق المحلي يعني في أبحاث تدرس حول ذلك؟ والله أنا أسمع أنه في اهتمام كبير جدا، فذلك تجد وزارة التربية والتعليم بين فترة أخرى تلغي مواد تدخل مواد جديدة، تم إلغاء مثلا لتحسين الصوت، نعم لتحسين الأداء وتطوير الأداء داخل المدارس التعليم، خاصة أنني ذكرت هذا في بداية حديثي بأننا في يعني ظرف أو فترة زمنية صحيح التكنولوجيا فيها متقدمة ومتسارعة. صحيح. من خلال الإمارة أعضاء الهيئة التدريسية ثبات أم أنه تسهلوا لهم أنهم يطوروا من عملهم من أبحاثهم من النهج الجديد؟ والله نحن نحرص الصحيح في مدارسنا، والأصل أن تكون سياسة المدارس كافة، وبالأمس أنا قرأت تصريح لوزير التربية والتعليم بأن هنالك يجب أن يكون في توجه نحو تقديم دورات متخصصة، ولا يعين المعلم إلا إذا حضر هذه الدورات المتخصصة حتى يكون مؤهلاً نعم. يعطي الطالب. نحن في المدارس الخاصة وبالذات في أكاديمية الإمارة الدولية نسعى أن يكون المعلم الصحيح يعني معلم منتمي، أولا منتمي لأمته، منتمي لمهنته، منتمي لعملية التنشئة والتربية، وهذا الصحيح هو الذي يبني المجتمعات في كل العالم يعني. فلذلك نقدم دورات متخصصة للمدرسين من جهات نعم نعم نقدم دورات لكل العاملين في داخل المدارس، حتى قسم الخدمي يقدم له، الإدارة العامة، العلاقات العامة، كل هؤلاء يقدم لهم دورات متخصصة كيفية كيفية يبنوا هذه المؤسسة، لأنه إحنا نعتبر استيعاب المرحلة يعني. نعتبر المدرسة وحدة واحدة، صحيح. الجميع كله يعمل لإنجاح العملية داخل المؤسسة، خاصة المؤسسات التعليمية الخاصة، هي أصلا أنتم تلاحظون عندما تزورونها تلاحظوا في حركة، في باصات، في إدارة عامة، في محاسبة، في لوازم، في مشتريات، في أقسام كثيرة مختلفة، فهذا كل فريق بيخدم العملية التعليمية. صحيح. نعم نقدم الكثير نقدم الكثير، أنا أقصد بالنسبة للمعلمين ومعلماتنا داخل المدرسة من الدورات المتقدمة من أجل ارتقاء بهم مهنيا وفي القدرات الأداء الصفي. نعم. السؤال الأخير سيدي حياكم الله، هي نعمة اللي كل عام تحسدون عليها. نعم. الله حفظنا بنعمة الأمن والأمان وجسدها من خلال القيادة الهاشمية. نعم. وكان الشعب الأردني على قد ثقة جلالة الملك. نعم. ماذا تقول لجلالة سيدنا للشعب الأردني اللي نبذ الخلافات والفتن الداخلية ونحن الآن نطور وغيرنا في صراع وحروب؟ نعم.
كلمتك لجلالة الملك وللشعب الأردني وكمان لأعضاء الهيئة التدريسية. نعم. الحمد لله رب العالمين، نحن حقيقة في بلدنا هذا، ولا نقول هذا الكلام مجاملة ولا لكن نقوله شعورا وإحساسا. نعم. وطننا الأردن كما ذكرت حضرتك أنه الآن المحيط كله ملتهب. نلاحظ الأردن مر في فترات تاريخية مختلفة، كان هذا البلد يحافظ على كينونته، يحافظ على الأمن والأمان، ويلتف حول القيادة الهاشمية. نعم. الشعب الأردني جميعه يلاحظ بأن الشعب الأردني كل جميعه يعني من شتى المنابت والأصول كما قالها جلالة الملك الحسين المعظم رحمة الله عليه، هؤلاء كلهم ملتفين حول القيادة. والحمد لله. نعم، والحمد لله عز وجل. وهذا صحيح يعطينا مؤشر قوي بأننا سوف نستمر بإذن الله عز وجل. يعني استشراق المستقبل موجود. نعم، يعني والله أنا أرى بأنه مزيد من الالتفاف حول القيادة، والقيادة كذلك متفهمة لطموحات الناس، طموحات التعليم، وهي قيادة شابة واعية عارفة ماذا تصنع وماذا إلى أين نتجه. صحيح. ونسأل الله عز وجل التوفيق لبلدنا والحفاظ على الشعب الأردني. ما له حصة نحكي عنه شوي؟ والشعب أصيل حقيقة، الشعب الأردني شعب أصيل ومضياف. نلاحظ جميع الناس الذين أتوا إلى الأردن بحسوا مباشرة باندماج مع الشعب الأردني، ويقولوا هذا الكلام هم علانية. صحيح. يقولوا أنه حس أنفسنا بأنه إحنا في بلدنا. صحيح. ما حدا بيسيئنا، ما في هنا لا تمييز لا تمييز عنصري ولا تمييز طائفي. نعم. ما حدا يعرف أو يعني يبدأ يبحث من أين جاء هذا ولماذا جاء وكذا، يتعايش مع الجو الأردني ضمن السياسات وضمن الأمن والظروف الطيبة التي يعيش فيها الشعب الأردني. الحمد لله رب العالمين. سيدي، هل من كلمة أخيرة حاب توجهها لزملائك، للقطاع التعليمي، لأولياء الأمور؟ فهذه الكلمة الأخيرة لك، فالشاشة معك و المايك لك، تفضل سيدي. الله يجزيك خير وبارك فيك. حقيقة احنا كلامنا يعني نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الناس الذين يتعاملون معنا من أولياء أمور، مجتمع محلي، مؤسسات دولة مختلفة نتعامل مع هذه ونتعاون معها في إنجاح العملية التعليمية وإنجاح وظيفتنا. وظيفتنا هي تربية أبنائنا. فالشكر الجزيل لكل من يقوم على خدمة هذه المؤسسة ويعمل من أجل يعني صحيح صعودها نعم نهضتها وتحقيق التميز في مدارسنا. شعارنا نسعى نحو التميز، نسعى نحو الأميز والأفضل لبلدنا ولأمتنا، وإن شاء الله يعني طلابنا هم الذين يصنعون هذا المستقبل. وشكرا جزيلا أخيرا، شكرا للفضائية الطيبة. الله يعطيك العافية، الله يكرمك. شكرا.
بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبمرد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد، محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزمان.